المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش في جمهورية مصر العربية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج. الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة حجة. التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم من قناة السعودية، ويرافقنا في لغة الإشارة الزميل محمد الدوسري. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الشرطة. أكد المصدر تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف. أقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. تشهد المدينة المنورة حركة وصول مكثفة لضيوف الحرمين حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد أن أدوا مناسك الحج بطمأنينة وراحة تامة وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات والعناية التي هيأتها الجهات المعنية. ويذكر أن نحو 850 ألف حاج قدموا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، فيما يتوقع وصول أكثر من نصف مليون حاج خلال الموسم الثاني. كما وصل ضيوف خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة بعد أداء مناسكهم، وذلك تحت إشراف ومتابعة الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. بعد رحلة إيمانية بالمشاعر المقدسة وأدائهم فريضة الحج، يصل أكثر من 5400 حاج وحاجة من 95 دولة إلى المدينة المنورة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين التي تنظمها الأمانة العامة للبرنامج ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. تم استضاف خلال هذه المسيرة المباركة ما يقرب من 48 ألف مسلم ومسلمة من أكثر من 150 دولة. هذا العام 1439 يعتبر هو أكثر الأعوام أعدادا في الاستضافات ولله الحمد. التقينا بعدد من حجاج دولة فلسطين ليروا لنا رحلة حجهم ومشاعرهم، وهم يختمون هذه الرحلة بالسلام على رسول الله وصاحبيه. الحمد لله رب العالمين اللي نجح هذا الموسم نجاح منقطع النظير، واحنا كنا شاهدين على هذا الشيء. يعني احنا بنتذكر من اول ما طلعنا من القاهرة، طبعا احنا نشكر جلالة الملك خادم الحرمين انه هيئ لنا طائرتين خاصات ياخذونا احنا الفلسطينيين من جده، نقلونا من القاهره الى جده وبالترحاب، وقدموا كل ما بلزم الحجاج والزياده. ياتي هذا البرنامج في عامه 22 لاستضافه ذوي الشهداء والمصابين وغيرهم، تاكيدا على مسيره العطاء التي تنتهجها هذه البلاد الطيبه وقيادتها. من المدينه المنوره والقناة السعودية جهاد الأهدل. وللحديث أكثر عن حركة الحجاج داخل الحرم المكي الشريف ينضم إلينا مباشرة من ساحات الحرم مراسل قناة السعودية الزميل أسامة العبيدي. أسامة مساء الخير، وكيف تبدو انسيابية الحركة لديك؟ مساء النور. لا في نعم، بالتأكيد نتواجد داخل الحرم المكي الشريف، وكما تشاهد ويشاهد السادة المشاهدين من خلفي يبدو صحن المطاف ممتلئ بالكامل، أي ما يقارب
107,000 حاج داخل صحن المطاف، كذلك صحن الأدوار الأخرى الخاصة بالطواف امتلأت، وهي الدور الأول والسطح بالكامل ممتلئة. تقريبا أدوا صلاة العشاء في المسجد الحرام لهذا اليوم ما يقارب 1.5 مليون من حجاج ومن زائرين إلى الحرم المكي الشريف. تبدو من خلف حركة السير داخل صحن المطاف في انسيابية وحركة سلسة. طبعا هذه الجهود لن تتكلل إلا بتضافر كافة الجهات الخدمية والجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، ومن ضمن هذه الجهات الخدمية هي رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة. ونتحدث الآن في هذه اللحظات عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، ومع ينضم معي الآن الدكتور سالم عريجة مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال. دكتور سالم، ما شاء الله تبارك الله نشاهد اليوم زحمة شديدة داخل الحرم المكي الشريف، ولكن سؤالنا نتحدث عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، ما الذي قدمته هذه الإدارة في موسم حج هذا العام؟ أولا في البداية أحب أن أهنئ الزملاء الإعلاميين على النجاح الباهر الذي حقق في هذا الموسم. كانت التغطيات الإعلامية من خلال التواجد داخل المسجد الحرام وأيضا في المشاعر المقدسة كانت الحقيقة في المكان المناسب في التوقيت المناسب، وأيضا كانت باحترافية عالية عكست الجهود الضخمة التي تقدم في خدمة الحاج والزائر والمعتمر. فيما يتعلق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحقيقة نحن عملنا على أكثر من محور. المحور الأول هو تسهيل مهمات الجهات الإعلامية الراغبة في التغطيات الميدانية في المسجد الحرام من خلال إصدار التصاريح، من خلال تجهيز مواقع التصوير، من خلال أيضا تسهيل مهمات الظهور الإعلامي للمسؤولين. هذا في الجانب الأول. في الشق الثاني نحن نعمل على الإصدارات الخاصة التي تقوم بها الرئاسة من خلال عمل الأفلام الوثائقية مثل فيلم زمزم، وأيضا الفيلم الذي ظهر مؤخرا المتعلق بكسوة الكعبة المشرفة. تم التعاون أيضا مع شركاء نعتبرهم شركاء النجاح في المؤسسات الإعلامية الخاصة والمؤسسات الإعلامية الحكومية، وأيضا بالإضافة إلى الناقلين الجويين كان هناك شراكة وتعاون مع عدد من الناقلين الجويين للتعريف أيضا بالخدمات الموجودة داخل المسجد الحرام والتي بإمكان الحجاج والزوار الاستفادة منها. نعم، يعطيك العافية يا دكتور، شكرا لك. أهلا وسهلا. إذن كما تشاهدون مشاهدين الكرام من خلفي يبدو صحن المطاف ممتلئا، وكما تحدث الدكتور سالم عن بعض الخدمات التي قدمتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، هذا كل ما لدي زميلي لافي، إليك الكلمة. إذن زميل أسامة العبيدي من المسجد الحرام بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا أيضا مباشرة من الحرم النبوي مراسل قناة السعودية زميل مصطفى عباس. زميلي مصطفى، مرحبا بك، وكيف تسير الخطط الموضوعة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟ مرحبا بك زميلي لافي، وأيضا بالسادة المشاهدين أينما كنتم من هنا من ساحات المسجد النبوي الشريف. بالفعل سوف أتحدث عن الخدمات بعد أهم الإحصائيات التي سوف أقولها اليوم للسادة المشاهدين. أعداد الحجاج اليوم الذين وصلوا إلى المدينة المنورة تعدى 60,000 حاج، هذا بجميع المنافذ. أيضا المدينة المنورة طبعا تكتسب الآن حلة جديدة وفرحة باستقبال الحجاج، وأيضا حزينة لمغادرة الحجاج اليوم. اليوم سوف يغادرون مع نهاية هذا اليوم ما يقارب أكثر من 10,000 حاج على متن 36 رحلة دولية. للحديث أكثر ويشاركني في هذا اللقاء المباشر سعادة الدكتور أيمن ينبعاوي، وهو مساعد مدير العام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة المدينة المنورة. دكتور أيمن، في البداية نرحب فيك ونمسي عليك بالخير. دعنا نتحدث عن أهم الخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام وأيضا مدعمة ببعض من الأرقام وأهم الإحصائيات. أشكرك أستاذ مصطفى وأشكر تلفزيون السعودية على هذه الفرصة. اسمح لي أن أهنئ الحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية على نجاح موسم حج 1439. في منطقة المدينة المنورة نقدم خدمات كبيرة تبدأ من منافذ المدينة اللي هي ثلاثة: المطار الأمير محمد بن عبد العزيز ومطار ميناء ينبع، ثم 14 مركز صحي موزع في منطقة المدينة المنورة حول الحرم وغيرها، أكثر من 22 مستشفى ما بين خاص وحكومي وعسكري. السنة هذه قدمنا خدمة جديدة أيضا هي العيادة المتنقلة في طريق المدينة مكة، وأعطت انطباع كبير لدى الحجاج والمواطنين،
وخدمة أيضا كبيرة ناجحة اللي هي خدمة التفويج من المدينة إلى مكة للحجاج الغير قادرين عن طريق سيارات الإسعاف. لحد الآن عدد الزوار لمنطقة المدينة المنورة تعدوا 850,000، زار منهم 142,000 إلى المراكز الصحية، أكثر من 9,000 إلى المستشفيات، ما بين 6,000 عيادات و 3,000 إلى الطوارئ. أجرت عمليات كثيرة في منطقة المدينة المنورة، أكثر من 460 عملية جراحية، أكثر من 470 حالة تنويم، 10 عمليات قلب، و 166 حالة قسطرة، غير الغسيل الكلوي وغير العناية المركزة وغيرها. خدمات كبيرة قدمناها في المدينة، والحمد لله موسم ناجح ومبهر بفضل الله عز وجل ثم دعم حكومة الرشيدة. بارك الله فيكم دكتور أيمن، وكل الشكر لجميع العاملين في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لتقديم جل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. اليوم مع نهاية صلاة العشاء فقد أدى أكثر من 120,000 حاج صلاة العشاء خلف الإمام، وكانت الأجواء إيمانية وروحانية. زميلي لافي، هذا كل ما لدي في هذه اللحظة، أعود إليك لاستئناف النشرة. نعم الزميل مصطفى عباس من الحرم النبوي الشريف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. أكد معالي الأمين العام للمنظمة دكتور يوسف العثيمين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني. ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدا لسياسات الاستيطان الإسرائيلية. هذا وقد هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي مراكب للصيادين الفلسطينيين شمال بحر قطاع غزة واعتقلت 2 منهم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين فلسطينيين، من بينهم 3 أسرى محررين من بلدتي بيت أمر وحلحول شمال محافظة الخليل بعد تفتيش منازلهم. هذا وتم نقل المعتقلين إلى مستوطنة كرمتسور ومعسكر عصيون. أشاد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بمستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة الشرعية والولايات المتحدة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني وميليشياتها الحوثية. كما ثمن الرئيس هادي خلال إلقائه في الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر الجهود الأمريكية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، مجددا في الوقت نفسه حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته الثلاث. ونبقى في الملف اليمني، حيث دعت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق دولي في تدخلات ميليشيا ما يسمى بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران في الشأن اليمني. في غضون ذلك أكدت مصادر عسكرية في محافظة حجة أن قياديين حوثيين لقوا حتفهم خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حيران، كما تمكن طيران التحالف العربي من تدمير 18 موقعا لآليات ومنصات للصواريخ تابعة للمتمردين. والآن مشاهدين الكرام ننتقل بحضراتكم إلى نشرة الأحوال الجوية والزميل عقيل العقيل. إليك عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية. أصدر النظام الآلي الإنذار المبكر تنبيها متقدما على المناطق الجنوبية من منطقة الرياض، تشمل الأفلاج وادي الدواسر وكذلك الحال الخرج وحوطة بني تميم، حيث تتأثر هذه المناطق بعوارق ترابية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، كذلك الحال أقصى المناطق الجنوبية من مدينة الرياض. يستمر هذا التنبيه حتى بإذن الله تعالى حتى الساعة 4 فجرا من يوم الغد. في مكة المكرمة تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية وصورة 29، المدينة المنورة 43-32، في الرياض 43-27 درجة مئوية متوقعة. على الساحل الشرقي في الدمام تكون درجات الحرارة كعظمى بإذن الله تعالى ظهرا 44 والصغرى فجرا 29، بريدة 41-27 وفي حائل 37-26 درجة مئوية، في سكاكة 38-24 وفي عرار 39-24 درجة مئوية، في تبوك 35-24 درجة الحرارة المتوقعة، في محافظة جدة 37 كعظمى ظهرا 30 درجة مئوية، وسحب ركامية رعدية متواجدة في ساعة الظهيرة على معظم السلسلة الجبلية من المملكة. هذا كل ما في النشرة الجوية، شكرا لكم، في أمن الله ورعايته.
شكرا عقيل، وبهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، ولم يتبقى إلا تذكيركم بعناوينها. المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش في جمهورية مصر العربية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج. الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة حجة. شكرا لطيب متابعتكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير وإلى اللقاء.